مشاهدي قناة شوف تي في، صباحكم مبارك سعيد. مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر مباشرة من كناس. نرصد لكم الأجواء الصباحية في العاصمة الإسماعيلية يوم الأحد، في انتظار أننا نعلو لكم على آخر مستجدات الحصيلة الوبائية فيروس كورونا المستجد. إذن صباحكم مجددا، صباحكم مبارك سعيد. مرحبا، وكنتمنى انه هذا النهار يكون هو يوم جديد لنا جميعا. نتمنى ان الحصيله تكون اقل مما سبق وبيخفف ما نزل. اذا نخليكم معنا مشاهدي قناه شوف تي في، نرصد لكم الاجواء الصباحيه هنا بمدينه مكناس. فيوم الاحد هو عكس الايام السابقه، كتكون الاجواء مختلفه في العاصمه الاسماعيليه. كنشوفوا ان حتى الحركه ما كتكونش كثيره كيف ما كتكون دائما، مع العلم اننا كنتواجدوا في حمريه اللي هو وسط المدينه. طبعا اليوم الاحد ما كاين حد. نتمنى انكم تكونوا بصحه جيده. دنا قلنا مين كتابعونا و تابعين اليوم. على ما يبدو ان اليوم غادي يكون حتى هذا النهار درجه الحراره تكون مرتفعه. كيبان النهار كيف غيكون غير من الصباح، الا كان الصباح الجو سخون فالنهار تيكون درجه الحراره مرتفعه. فالله يرحمنا برحمته، حقيقه حنا عبد ضعيف، الا جات الحراره كتغلبنا ولا جا البرد كيغلبنا. فنتمنوا من الله العلي القدير يرفع لنا هذا الوباء باش ترجع الحياه ديالنا الى الحياه ديالنا طبيعية، باش نقدروا اننا نخرجوا براحتنا ونقدروا اننا نمشيو نسافروا ونتبحروا ونصيفوا كباقي السنوات. هنا خالد المسعودي، صباحك مبارك سعيد سي خالد. خالد انت اول واحد كتفاعل معنا وصديقي وزميلي، تبارك الله عليك سيدي خالد المسعودي. سي خالد، فين شنو درتي في داك المشكل اللي كنتي تواصلتي معايا عليه وليت بقيت يعني كنتسنى انه تولي تتصل بيا باش نمشيو نديرو تغطية إعلامية، لكن ما وليتيش عيطتي ليا. على كل حال نتمنوا أنه يكون خير. بالنسبة للحالة الوبائية فحقيقة أرقام تسجلات البارح هي أرقام خيالية، وكتسجل طيلة الأسبوع أو السيمانة كاملة وهي كتسجل 1000 فما فوق، وهذو أرقام يعني مخيفة. واللي كنتمناو من الله العلي القدير أنه يرحمنا برحمته ويخفف ما نزل. نتمناو الحصيلة اللي غادي نعلن عليها بعد قليل أو لا تعلن عليها وزارة الصحة، وغادي نوفيكم بآخر المستجدات اللي فيها. نتمنى أنها تكون أقل ضرر أو لا أقل، يعني تسجل أقل أرقام مقارنة بالبارح والبارح أو بهذا الأسبوع هذا اللي كل نهار كنشوفوا أرقام مخيفة أرقام مهولة. وكنشوفوا بما أننا بجهة فاس مكناس، فغير البارح كانت 175 حالة تحت العلاج بمدينة مكناس، من بعد ما كنا كنشوفوها كتسجل مدة 40 يوم صفر حالة. فنتمناو فنتمناو السلامة. صباح النور كل من رشيد عبدو محمد سناسي معتز بأخلاقي. الله يخليك سيدي، دائما عندك أخلاق جيدة وأخلاق مرتفعة. أنا كنشوفو المحلات التجارية كاملين سادين، لأنه كيف ما سبق وقلت اليوم الأحد ما كاين حد. على كل حال نتمناو السلامة للجميع. طبعا هذه الجوله الصباحيه هي اول حاجه كنحاولوا اننا نخليوكم نخليو الجاليه المغربيه المقيمه خارج ارض الوطن تكون واحد صله رحيم بينها وبين البلاد ديالها على البث المباشر، وحتى المكان اللي كيتواجدوا في مختلف مدن المملكه او في مختلف دول العالم. فهذه كتكون فرصه انهم يشوفوا المدينه ديالهم على هذا البث المباشر. صباحك محمد مولودي، صباح الخير اختي كريمه، الله يبعد علينا هذا الوباء ان شاء الله، امين يا رب العالمين. فحق الله يرفع علينا
فكنتمنوا ربي يجيب الشفاء من عنده والعفو من عنده في القريب العاجل، لانه حقيقه غير لنا المسار ديال حياتنا كلها. فاحنا يعني كنقولوا في اي لحظه كتيني كتجيك ترويحه، كتجيك سخانه، كيجيك مرض عادي، كتقول لها صافي انا راه فيا كورونا، وكيجيك واحد الوسواس، واحد حتى كيخفف عليك الله شي شويه، عاد كترجع لك داك الثقه في النفس ديالك. وبغض النظر على الاصدقاء والزملاء ديالنا اللي في مدينه فاس تقاسوا، اللي كنتمنوا لهم هذه فرصه، اننا كنتمنوا لهم الشفاء العاجل. صباح الخير، نتمنوا لهم الشفاء العاجل، ونتمنى من ربي يخفف ما نزال كيف ما سبق وقلت. اذا مشاهدي قناه شوف تي في، في انتظار اننا نعلن لكم على الحصيله، غادي نقول لكم صباحكم مبارك سعيد، دمتم بألف خير والى اللقاء.